السلام عليكم ورحمة الله. كل شيء بخير في أمان الله، الحمد لله. كما كتلاحظوا كنراقبوا الأضواء مزيانين قبل ما نطلعهم، نراقبوا الأضواء يعني كنشعل الأضواء ديالي نراقبهم، السينيالات خلاص راه باينين، العجلات مزيانين كما كتلاحظوا، التيموان راه مزيان، نراقبوا العجلات الورانيين، كل شيء مزيان. هو هذاك الخيوط ديالي فليكسيبلات مزيانين، راه مشدودين مزيان، قلبتهم يعني الفليكسيبلات الاضواء مزيانين، سلامات المقطوره خلاص طفاية العافيه خص ديما تكون فالابل، يعني فاش كتفوت لهاد التاريخ خص تبدل ولا تكون غرامه الى شدت في الدار. الجندار مغي هنا ولا البوليس. بالنسبه للنوات قلب النوات ديال الرومورك، كلشي هو هذاك، قلب الرومورك واش مسدوده مزيان، الاضواء كما قلت لكم ستوب، باش كلشي تقلبوا قبل ما تحرك يعني صافي. كما كتلاحظوا راني درت انا قبل، يعني قلبت قبل مزيان، كلشي هو هذاك كيبقى. تاني الطفاية د العافية كتكون وحدة قد في الرومورك وحدة في التراكتور هنا، وحدة يعني كتكون قدام ديال 3 كيلو أو لا الأخرى تكون كبيرة شوية. رحت لكم شوية الطريق، تشوفوا الطريق شوية. مرحبا، هذا الفران امان بالنسبه للضاف، شاحنات واحد اخرين فيهم فران امان هنا او لا، هذا البلوكاج ديال ليزيسيو، هذا في العقبه الا كنت طارف شي عقبه، عندي الفروج في العقبه او لا كتفراني الرصاص، هذا الى انحرفت على الطريق كتسمع واحد الصوت. هذا بالنسبه للشاحنه القاطره، يعني طلعنا بدا يعني هذا الاو بي اس حيت الاي بي اس او لا سبيل، هذا ريغيلاتور دو فيتاس، لا ليميتور دو فيتاس، هادو كيتعلقوا بالراديو خلاص، هادو باينين تاع الزجاج، هذا ديال الاضواء الشوفاج خلاص، كلشي هو هذاك. هذا الطاف يعني فيه يعني مزيان، انا كيعجبني الطاف حيت كونفور، الطاف صنعتو هولندا. شكرا الله، تعرفو شوية انا ودي باش نقلع، يعني الا بغيت نتمشى غير بشي شويه، هذا كرون توتيل المارشاريير بشويه كاين هنا، هذا الغالونتيسور يعني كنخدمو الا كنت في هبطه ومتقل وحده ولا ضربه وحده جوج ثلاثه، انا فيه يعني الا كنت متقل بزاف نضربيه بشويه، ولا كنت خلاص ما عنديش الثقل خاوي بلا ما نستعملو شويه الفران. هذا اوتوماتيك نحيد الفران، طلعته الفوق راه محيد دابا، بسم الله نسيت الميرفات.
غادي غادي نجي نزيد نزير اليمن مزيان وغنقلب كل شيء. انا غنتسنى ديك الشاحنه حتى تدوز ندير السينيال ديالي وغنقلب كل شيء. واخا صعيبه شويه يعني باش الدور كومبلي ديما تعاود ترجع شويه اليمن، ديما انت تدور وكترجع اليمن باش تحافظ على الفليكسيبلات باش ما يتقطعوش. يعني الا درتي كل شيء افو كنتم كتوهلو باش كدور كل شيء افو ما كتحافظش على يعني كتقطع الفليكسيبلات. من الاحسن ديما باش تدور كل شيء يعني باش نعاود ندور شويه على اليمين شويه على اليسار ويا غادا. شويه الفوره حتى توصل لنا نضرب كلشي باش نعاود نرجع الفوره لليسار باش كنشوف شنو من في اليسار و في الطريق الورا. كذلك هنا غادي ندور على اليسار لما دوره كبيره بالنسبه للشاحنه دوره كبيره. هنا غادي نجي دوره كبيره غندور كل شيء ونعاود ثاني نبقى نهرب شويه على اليمين ونعاود باش يعني ديما ما نخليش الفوله دايره على لاكوش بزاف يعني ديما نلعب معاها. في الروم بوان كما قلت لكم انا كندوفو كنشد الفوا اللي على اليمين ولا كنشد دوفوا كاملين باش بالنسبه للسيارات كي على السلك سايد الروم بوان. دابا راه عندي فوا واحد كندخل وندور على اليسار نشوف راحتو كاين فين كنمشي كنمشي ديما مزيان ديما كنراقب في المرآة تاع اليسار. هنا عاوتاني كنجي تا لهنا بحال ندخل في البلاكا ونعاود نرجع على حساب لا رومور كيتهز جر معايا لا رومور. انا ما غاديش ندخل على اللي ندوز بكم انا خاوي يعني بلا ما نستعمل الغارونتيسيون بلا 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 ولا يعني حتى تكون عام تبقى بزاف ديك الساعات نستعمل الغارونتيسيون ضربه وحده عاد نزيد ضربه ثانيه قبل ما نوصل للروم يعني قبل ما نهبط بواحد السرعه كبيره كنستعمل غالونتي السرعه ونخليش حتى تقلب عليا الشاحنه تقل ديالها. هذا بعد التوضيحات بالنسبه للفيراج انا حيت رجلي دابا على الاكسيلاتور وكنعاون شويه بالفران حيت جايب السرعه كندور غير بشويه في هذا الفيراج. يعني نعاود نشد اليسار ندير السينيال ديالي على اليسار ونشد اليسار حتى نهضر على اليسار كنمشي غير بشويه عليا في هذا الفيراج. ديما نحاول نزير شويه على اليمين باش ما نلقيش الحيط. عاوتاني بالنسبه للفيراج الا كان على اليمين تنزير شويه على اليسار باش ما نلقيش الحيط على اليمين. حتى الا كان فيراج من عرج خطير يعني ديما نحاول حيت عندي لا رومور كلور نهرب يعني ديما غادي نهرب. انا غندير السينيال ديالي على اليمين وغادي ندخل لو دورو نشد لو دورو ديال ليو باري. انا كيما قلت لكم في الكراج هنا نتوما كتلاحظو كن شويه كنزير على اليسار وكن حيت عندي لا رومورك الا زيرت على اليمين غادي نجر لا رومورك
ديك الحديده اللي كاينه على اليمين، يعني اما نجي في الوسط ولا نحاول نهرب شويه على اليسار من الاحسن باش ما نجرش معايا واحد فين صار راسو. بالنسبه للمبتدئ سيرتو، بالنسبه للمبتدئين مازال ما ولفوش، ينسى راسو ويزير كلشي اليمين حيت ماشي بحال السياره يصدق جار بريطوار او لا الله يستر، يعني ديما الواحد ندير احتياط قبل ما توقع الحاجه. خلاص درت هاد البطاقه هادي كتقرا مع الليزر، يعني تطلع ديريكت اوتوماتيك بلا ما نخلص. بالنسبه للابونمون هذا، والسلام عليكم ورحمه الله. طريق السلام للجميع، واللي بغى شي فيديو جديد مرحبا، ديروا لنا ابوني وتشجعوا القناه ان شاء الله، ان شاء الله تكون على خير. السلام عليكم ورحمه الله.